في حالة الكفارة باليمين أو إطعام 10 مساكين أو تحرير الرقبة، كيف أطعم 10 مساكين؟ هل بواقع النفر 5 أو أقل أو أكثر؟ وهل كيف أعتق رقبة في أي من أي نوع؟ أفيدونا؟ السؤال يعني غير واضح. إذا كان عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار، فكفارة اليمين يخير بين 3، بين إطعام 10 مساكين كل مسكين نصف صاع تمر، وقوت البلد تمر أو الرز أو نحو ذلك 10، كل واحد نصف صاع، كيلو ونص لواحد من 10، أو يكسوه كسوة تجزيه في الصلاة مثل إزار الرداء مثل قميص، أو يعتق رقبة مؤمنة إذا تيسرت. هذا في اليمين، فإن عجز عن هذه الأمور الثلاثة يصوم 3 أيام، ينبغي أن تكون متتابعة فقط. أما في الظهار إذا ظهر من رأسه حضنها رأسه عليه ظهر منها عليه عتق رقبة مؤمنة إذا تيسرت. فإن عجز يصوم 2 شهر متتابعين قبل أن يمسها. فإن عجز أطعم 60 مسكينا فلا يطاع، كل مسكين له نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، وتدار كيلو تقريبا قبل أن يمسها. هذه كفارة الظهار.